وفي القليوبية أيضا تباينت آراء المواطنين بشأن اتجاه وزارة التموين لصرف الخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات بالكيلوغرام. لأن صاحب الفرن مش كل شوية يوزن العيش للمواطن، كل شوية يوزن أنا العيش للمواطن، لا البطاقة الفرد أحسن. بالوزن هيبقى أفضل، لان في الحاله دي صاحب الفرن هيبقى نسبه ان هو يسرق في عدد الارغفه، ففي وزن الرغيف هتبقى اقل. لا انا مش عايزاه بالميزان، عايزاه كده، عايزاه بالبطاقه عادي، لا كده احسن عشان ما اضمنش الميزان ده يكفينا او مش هيكفينا. عاوزين كل رغيف الخمس رغيف اللي ماشيين دلوقتي وكل بطاقه ماشيه شغاله اللي ليها عنده 6 انفار ياخد ب 1.5 جنيه، وما يجيبش قدام الفرن.